سولي كيف؟ السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بلاح وبصحة جيدة. اليوم ان شاء الله لا فيديو رقم 4+1. علاش 4+1؟ نسبة للبارح ريال مدريد ضربوا البرشا دراي صغار هادوك بربعة، تسمى لهذا الشيء. انا في شهر افريل، شهر بزاف شباب، 104 تانيت في الهجرة 1444، يا درا رقم 4. صحاب البرصة ديديكاس عليكم، نموت عليكم. اليوم ان شاء الله راح نديرو باك 2016 رقم 1 ورقم 2 وباك 2015. ريستي برونشي، لا فيديو حتكون فيها باذن الله ساعة، ولكن الساعة هذه فيها كفاءة مستهدفة عالية، مستهدفة عفوا، تسمى الامانيتيك. هذا العام باك 2023 مستحيل تخرج على الخمس لي فيديو اللي درتهم لكم حتى لدوكا في اليوتيوب. مالا ركز مليح، تكون شفتهم على الترتيب بيان سور. اللي يقرا عندي حضوري زيد يشوف هنا يروح بعيد. بلا ما نوصيك ابوني انستغرام هاوليك ولا تلقاه ليها وحده من الزوج، وثاني لاشين يوتيوب باينه، لاشين الاكبر في تاريخ الشعبه ما بينا، زدت كبر معاكم ونروحوا الافضل. يلا نبداو مع بعض باك 2016 اللي كان باك شيق، باك جميل جدا. هاوليك اكس واي كراك ديالو، صبر نشوف الكاليتي برك. ليكيب نحلوا اكس واي كراك، نحلوا هذه اكس واي كراك يكون بالارقام رابيدمون، ومن بعد نوريكم الموضوع باش ما نضيعوش الوقت. هيا تبع معايا. شوف كي يعطيكم الارقام هكذا ما تخلعك ما والو، بسيطه جدا وسهله. خطوه رقم 1 واش دير؟ تجمع الارقام 3 زائد 3 6 زائد 2 8 زائد 3 11 زائد 1 12. تسمى 100% تاعهم هي 12، معناتها 100% هي 12 عادي، ارقام تناسب يعطولو كيما نديرو في الفيزا في القفه تاع رمضان في جدول توزيع الاعباء في حساب نتائج عادي. دوك البورسونتاج كي نجمع هادو كاع حنلقى سيرمو هنا تاني 100%. طري بيان، المعادله تاع اكس واي كراك تعلمناهم ديجا. اكس نروحوا للاداره 31950 زائد شويه من ايكراك نقطه، وايكراك يساوي 36000 زائد شويه من اكس. برافو، شويه من ايكراك اللي هي هذه 3 على 12، هاي ليك 3 منين؟ من 12. فهمتوا لي كيف؟ تسمى هذا زائد 3، ايه 3 ماشي بالمئة، 3 من 12. تسمى 3 هذه الاصل تاعها هي 12، دونك 3 على 12 هذا ما كان. اما 36000 زائد 10% اللي هي 0.1 اكس. كما وريت لكم نغطي هذه الجهه، هذا زائد 3 على 12، نغطي هذه الجهه، هذا زائد 10% اللي هي 0.1. كالعاده والعوايد هذا 1 وهذا معادله 2، ومن بعد قولوا له نعوض 2 في 1 نجد. اذا اكس يساوي ببساطه 31900. راك تكتب معايا ياك ماشي نحل وحدي. هاي فطن نفطن هذوما باش تستيلو يا الحباشه. هاي يا خويا 3 12 نفتح قوس ليكيب، سهله جدا. عوض ايكراك هنايا 36000 زائد 0.1 اكس. والله غير كيما الاخرى نور ما تخلعكمش 3 12 الي حاسبات فريها صح. زائد انت دير دوكا بالاله حاسبه 36 على 12 هي 3000 نورمالمون. 3000 3000 في 3 هي 9000 نورمالمون، هكذا نقدر نحسبها براسي، هذه سهله 9000. دوك 3 على 12 هي على باز تبان لي 3 على 12 هي نفسها 1 على 4، تسمى 0.25. لا لا 0.25 باسكو علاش 12 على 3 هي 4، 3 على 3 1، 1 على 4 0.25. 0.25 في 1 هي زائد 0.025 اكس. ان شاء الله باك ما نكونش غلط في هذه. شوف 36 على 12 هي 3، هذاك هو 9 في 3 27، 27 على 12 في 3000 في 3 270000 270000 12 36 ممكن. المهم دير هذا زائد هذا وهذا بعدها ناوي يولي بالناقص، دونك تولي اكس ناقص 0.025 اكس ببساطه تساوي دقيقه برك. اي والله هذا زائد هذا 31250 دقيقه. او بلوكات ديك نلعبو خفيف، نلعبو خفيف. اي 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 زائد 9000 اوكي يساوي 40950. ليكيب اكس معامل تاع واحد كيما على بالكم، هذه ناقص هذه تخرج 0.975 اكس يساوي 40950 قسم بالاله حاسبه راح تصيب 42000. اكس يخرج
42000. دائما اللي لاصق في اكس هو اللي يهبط، قسم تصيب الاكس تاعك. طري بيان، حطوا اكس هنا ترونكيل، سهله بزاف هذه. دوكا باش نلقاو ايكراك دير 42000 في 10 على 100 حتصيب 4200، ومن بعد هذه 12 باش نصيبوا شحال تسوى، نجمعوا هاد الزوج هذا زائد هذا راح تخرج 40200. هذا هو ايكراك، سهله ليكيب، سهله سهله. 40200 عفوا 40200، هذا هو ايكراك تاعنا. اي والله 36000 بديله، انا حسبها هذه براسي، هذه باينه 40200. خلاص دوك نكملوا نوزعوا عليكم، نكملوا نوزعوا. هذه في 20% راهي باينه 8400، هنا كيف كيف 8400 توزع هكذا، زيد لها هذه 4000 12600 12600، وهذه 8400. راك حابوا نتاكدوا بلي انا صحاح، دير هذا زيد هذا زيد هذا زيد هذا زيد هذا حتى تلقى 42000. دوك ليكيب كيفاش نحسبوا هذو الدراري اللي راهم هنا؟ دير 40200 اضربها في 3 قسمها 12، 40200 في 3 قسمها 12 10050. تحب تاكد بلي انا صحاح، دير هذا زيد هذا تلقى 42000. هكذا نتاكدوا 100% بلي انا صحاح، ما نغلطوش حنا، الله يبارك علينا. بون هذه 3 مام هذه 3، دونك حطهم كاع كيف كيف، وين يكون كاين 3 حطهم كيف كيف. ها 10050 الاخرى زوج على 12 نقسمو على زوج، تسمى راح تجي دوك نشوفو 40200 في زوج قسمها 12 6700، ايوا 3350. لو كان تعاود تجمعهم كاع حتصيب 40200. يلا دوك نصيبو الاقسام تاعنا، اجمع لي 3 هادو، اجمع لي 3 هادو، اجمع لي 3 هادو، اجمع لي 3 هادو، راح نصيبوهم كاملين ان شاء الله. رابيد رابيد ليكيب رابيد باش نحلو طروه باك في فيديو وحده بطريقه خرافيه وسهله وبسيطه. 50400 هذه هي غرفه التموين ما شاء الله. دوكا نلقاو القولابه، سموها القولابه بلاك جايه من الطابع، شغل حلو الطابع، ندير القالب نقولب 3300 زائد 8400، هذه ورشه واحد ورشه اثنين ما تخلعكمش، زائد 6000 والله غلط، زد زيرو تزيد زيرو تدي زيرو، دونك حذارية حذارية تلميذ. 48400 كش غلطة ولا عيط لي نسمعها قول لي يو راك زايد الأمور، زير في الحسابات أستاذ. لا لا راني لاباس، 25475 نخزر فيكم، نعطيكمش بالظهر. ها زيد 10050 48125 ما شاء الله. اي نلعبو خفيف، هاي 8400 3050 مريقله 35000، وهكذا نكونو كملنا جدول تاع اكس و ايكراك. يلا نروحو نشوفو. بون قبل ما نجي عندكم نكتب لكم واش دوموند هنا. هنا قال لك 1000 كيلوغرام، عفوا 1000 دينار درناها من قبل العفسه هذه، من ثمن الشراء، يعني نحسبو ثمن الشراء ونقسمو على 1000 جياحه. هنا قال لك كيلوغرام بلاستيك بلاستيك مستعمل، كيلوغرام بلاستيك مستعمل، هنايا وحدة منتجة وهنايا وحدة مباعة. ايوا دوكا نروحو نشوفو الموضوع تاعنا. هذا اللي خلعهم قالك باك صعيب، ما نعرف دوكا نشوف، نظن ملي بويك سهل جدا وبسيط. تبع معايا بسم الله. قالت تنتج مؤسسة الساحل وتبيع نوعين من المنتجات، كراسي وطاولات، المقدمة مهمة في الاناليتيك. سما نخدمو كراسة وطوابل باستعمال مادة البلاستيك، سما هادو كراسة تاع بلاستيك كيما في لاصال تاع العراس، ولوازم كي نقول لك لوازم باغ اكزومبل الحدايد اللي زيدوهم، ولا الشباح هذاك المسامر، هادو ما اللوازم، المسامر اللصقة. ولا شهر مارس 2016 يخرجنا ما يلي، هذا باغ 2016، وضعية المواد الأولية واللوازم والمنتجات تمت الصنع خلال الشهر. بون هنا مخزون اول الشهر، مشتريات الانتاج، ومخزون اخر الشهر. حنوصيكم وصيه، شتو مخزون اخر الشهر هذايا، الكميه الاجماليه هذه اللي مجهوله هنا، هذه ما تحقهاش في الباك، هذه كاع ما تحقهاش. تما كي يدير لك علامه استفهام دير روحك ما شتهاش، معناتها باش ما يخلعكمش، ديرها في راسك هذه ثاني. زيد شتو المبلغ الاجمالي هنا اللي راه مجهول، كيف ما تحقوش، جامي المبلغ الاجمالي يقول لك حوس عليه، معناتها هذو ما تحقهمش. دائما تسحق الكمية فقط،
سحق الكمية فقط. اش فعلي الملاحظة هذه؟ مخزون اول مدة ومخزون اخر مدة جامي 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 تسحق المبلغ تاعهم. مخزون اول مدة ومام الانتاج، مام الانتاج باسكو حنا نحسبو سي ام اي بي، دونك المبالغ ما نسحقوهمش. كي يدير لك علامة استفهام ماشي ما تقلب عليها، خربشها نحيها من طريقك، دايما نحوسو على الكمية. بون هاو بلاستيك، كتبوا ملاحظات. هذا مخزون اول الشهر شحال كان عندي بلاستيك؟ كان عندي 200 كيلو بلاستيك مادة أولية، ومن بعد شرينا 2400 كيلو، ومن بعد استعملنا مخزون آخر الشهر. ديروا ملاحظة، مخزون آخر الشهر معناتها شحال يبقى لك؟ بقى لك 180 كيلو. تسمى ندير هذا زايد هذا ناقص هذا، نلقى الاستعمالات، نلقى شحال استعملت. إكزوم كان عندي 200 كيلو، شريت 2400 كيلو بلاستيك، ولا عندي 2600، ومن بعد استعملت بقى لي 180، تسمى استعملت 2320. فوالا اه 2320 استعملتها. اللوازم، هادو اللوازم تشوف فيهم هنا يرمزوا لهم اف ومن داك السيك وخطرا كيفاش. هادو اللوازم دائما تقدر بالمبالغ. كان عندي 5500 دينار قيس لوازم، يعني 550 الف درهمنا، ومن بعد نزلنا شينا 75000، يعني درهمنا 7 ملايين ونص. هذا ما كان اوكي، تسمى ولا عندنا كلش الله يبارك نقولوا 8 ملايين و 50 الف لوازم. خلاص الكراسي الشهر اللي فات فضلوا لي كان عندي 60، كان عندي 60. الشهر هذا شحال انتجت ما على باليش، باسكو الكراسي ليكيب هو هنا وهنا. وشنو العنوان هنا؟ مشتريات وانتاج الشهر. شايف الزوج الاولين عباره عن مشتريات، وكراسي وطاولات عباره عن انتاج. الكراسه شحال انتجنا ما على باليش، طاولة شحال انتجنا ما على باليش. اوكي هاد المطايط كتبوهم. اعباء الشراء توزع على حسب ما شينا، بعد نوريها لكم. وصلي 83 هايليك قال لك الاستعمالات. الجدول التالي يوضح استعمالات الوحده المنتجه، الوحده تسمى الحبه الوحده. قال لك الكراسي كرسي واحد يدي كيلو ونص بلاستيك و50 دينار لوازم و15 دقيقه وقت. الطاولات يدي 2.8 كيلو طابله و80 دينار لوازم و30 دقيقه وقت. اوكي ملاحظه، الكمية المستعملة من البلاستيك في إنتاج الكراسي هي 1650 كيلو. ستوب، معناتها الكراسة كاع واش نتجنا استهلكنا قيس 1650 كيلو في الكراسة، وحنا عندنا الاستعمال تاع الكرسي الواحد. دونك ندير هذا قسم هذا نلقى كمية الإنتاج تاع الكراسة. عادي جدا، تكلفة اليد العاملة 300 دينار. أنا هادي سعر الساعة. الجدول هاوليك، أسئلة هاوليك. احسب كمية المستعملة للبلاستيك، احسب كمية المنتجة اللي يكون من الكراسي وطاولات، احسب كمية المباعة، ومن بعد اتميم الجداول اللي بقاو. دوك تم نكملوه، تم راك تم. هاي تشوفوا تم النقاط هذه شحال كيوت. ارواح تتمتع، ارواح تترشق في اناليتيك. انا من الاخر جميع انسان في كوكب الارض ما يهمنيش تلميذ استاذ يقول عتحيلية صعيبة احمق غبي ساذج. من الاخر اللي يقول على هذه صعيبه احمق ساذج غبي معتوه ما عندوش اهليه. لانه علاش الاناليتيك كشغل نتايا عندك وزين، هذاك الوزينك تنتج في سلعه راك حاب تبيع وتشري وكذا، ما تعرفش تستنتج سي قراو، عمرك ما حتكون كوميرسون. انا من نهار كنت تلميذ هذه احسن درس قريته في حياتي، وكنت نعشق فيه باسكو لقيت راحتي ولقيت باللي الذكاء ديالي نقدر نوظفه هنايا. لازم تكونوا اذكياء وما تحقروش روحتيكم. نكره واحد يقول ما نعرفش ما نقدرش، ونكره واحد يديزيسبيري لي زيلاف ويقول لهم صعيبه ومنا مريض نتايا راه واحد. اول حاجه قال لك احسب الكميه المستعمله من البلاستيك، معناتها الاجمالي هنا واش نروح نديرو؟ نديرو قانون تاعنا اللي هو بون حساب الكميه المستعمله من البلاستيك. هاي لك تبع معايا كش نلقاوها رابيدمون بالقانون تاع اللي كاع نعرفوه اللي هو الجرد الدائم. مخزون اول مده زائد مشتريات تاع بلاستيك، لان البلاستيك ماده اوليه تسمى نشروها، يساوي عكس مخزون اول مده مخزون اخر المده زائد عكس مشتريات استعمالات. انا نشري الماده الاوليه باش نستعملها. تحفظوا هكذا القانون بهذه الطريقه، قولوا دائما
عكس اول مده اخر مده، عكس المشتريات نستعمل استعمالات. برافو. يلا مخزون اول مده ليكيب نلقاوها في المعطيات بلاستيك 200 كيلوغرام، وقلت لكم ما نخدموش بالمبالغ. زائد مشتريات شينا 2400 كيلو غرام، بيان سو تكتب لي الوحده هنايا كيلوغرام، يساوي شريت 200 كيلو، عفوا كان عندي 200 كيلو شهر اللي فات وشريت 2400، الشهر هذا استعملت كي استعملت فضل لي 180، بقى عاد بيا ما تعرفش شحال استعملت. بديله زائد استعمالات، بين استعمالات تساوي هذا زائد هذا 2600، هذا يجي منا ناقص 180، الله يربح. ناقص 180 ما تحمسش، 2320 كيلوغرام. نورمالمون هكذا ليكيب لو كان زعما نقولوا نديروا 200، لا لا 180 نحسب على حسب راسي وجعي. 2600 ناقص 180 ودي باينه بلا نصح، 2400 فوالا خصت. قلت لك بلا نصح وجع 400 وشنو هادي 420، لو كان 220 300. المهم هذيك واش استعملت كلش، هذه 2420 كيلوغرام تاع بلاستيك استعمالات كلش، طاولات وكراسي. طيب بيان، ومن بعد السؤال اللي موراه احسب الكميه المنتجه لكل من الكراسي والطاولات. اوكي، حساب الكميه المنتجه، نبداو بالكراسي باسكو علاش عندي الكميه المستعمله الاجماليه كراسي. ليش الفيديو اللي فات تفهم دوكا، والله ما نعاود لك، نديرو هكذا كميه مستعمله اجماليه قسمه كميه مستعمله للكرسي الواحد تساوي، اعطاني الكميه المستعمله قال لك استعملت 1650 كيلوغرام في كاع الكراسه، وفي الكرسي الواحد استعملت كيلو ونص، قسم راح تصيب عدد الكراسي ببساطه 1650 قسمه كيلو ونص. انا صنعنا كلش الله يبارك 1100 كرسي. دوكا البروبليم باش نصيبوا الطاولات كاين واحد الفكره هكذا الشبه اللي هي شوفوا الاستعمالات، هذه 2420، هذه 2400 استعمالات تاع كراسي زي طاولات، راك شايف. دونك انايا راني عارف بلي الكراسي استعملت 1650 كيلو، شحال استعملت باش نتج الكراسي 1650 كيلوغرام. دونك ندير الاستعمالات الاجماليه ناقص هذه، حنصيب الاستعمالات تاع الطاولات فقط. اذا الكميه المستعمله في الطاولات تساوي كميه مستعمله اجماليه 2420 ناقص الكميه المستعمله غير في الكراسي. شفت بلي اناليتيك تخمام يا خو، تخمام ما تكذبش على روحك. وكنت اذا انت هادي ما تنتبه لهاش سي غراف، انت مريض يا خو، غير راح داوي ولا تسمى. في الطاولات استعملت 770 كيلو، هذا ما كان بكا باش نلقى طاولات ببساطه تساوي 770 كيلوغرام على الكيلوغرام الواحد تاع الوحده الواحده 2.8 كيلوغرام. شحال خدمنا من طابله قسمه 2، خدمنا 275 طاوله. وليكي بيناتنا منطق بان بلي نخدم الكراسي اكثر من طوابل، علاش؟ باسكو راه كي نحط طابله بالك يجو 6 كراسي في الطابله، راك شايف الطابله بالك تلفت كرسي 2 3 4 5 6، تسمى شاك طابله زعما دي 6 كراسي، بان بلي الكراسي يكون اكثر من الطاولات. هذا هو المنطق، هاي اللي يكون راهي الكميه المنتجه. سيبهم ببساطه دونك قال لي احسب الكميه المباعه. الكميه المباعه كش نلقاوها بالقانون هذا، نشبه له كميه مباعه نصيبوها بهذا القانون. خلاص درنا كاع المجاهيل، هم لي كم المجاهيل تاع المواد الاوليه، هم لي كم المجاهيل تاع ايجاد الكميه. دوكا كيفاش نلقاو كميه مباعه؟ مخزون اول مده زائد منتجات، تبدل المشتريات بمنتجات، عكس اول مده اخر المده، عكس منتوجات مبيعات. فيديو اللي فاتت باك 1999 فهمت كلش في هادوما. دوكا هذا عندنا هذا عندنا هذا عندنا، لكن نروحوا لمخزون اول مده تاع، نبداو بالكراسي. كان عندي 60 كرسي، كان عندي 60 كرسي زائد زائد الانتاج، انا لقيته 1100 كرسي
كرسي اخ حنا لقينا الكراسي يساوي مخزون اخر المده 40 كرسي زائد مبيعات. اي فهمك في القانون ما تحفظش. طيب كان عندك 60 كرسي، انت ينتجت 1100، شحال ولا عندك؟ ولا عندك 1160 خلاص. ومن بعد بعت بقاو لك 40 كرسي، باينه شحال بعت؟ باينه 1120. تما دير هذا ناقص هذا تلقى شحال بعت. اخر انا متمسخر تاعكم معايا، انا هيك صعيب عرفت لعب على روحك. امشي 1160 40 يجي منها ناقص 40، 40 ناقص 60 هي 20. تما بعنا 1120 كرسي، هادو هما المبيعات تاع الكراسي خلاص. والله ما راني حاسبها تاع طاولات، نكتب لكم النتيجه. هاميك كانت عندي 15 طابله، كان عندي 15 طابله وبقات لي 10، والانتاج لقيناه 275. يلا تلقاو وحدكم مي يمشي. انا عندي حسابي بلي نتوما راكم لقيتوها، ونكتب لكم النتيجه ديريكت. مبيعات تاع الطاولات تساوي، والله غير براسي نعرف، كان عندي 15 وانتجت 275، تسمى ولا عندي 290 وبقى لي 10، تسمى بعت 280 طاوله. هادو هما المبيعات تاع الطاولات. وهكذا نكونوا حلينا كاع المجاهيل، وهادو هما المجاهيل تاع اناليتيك. السلام عليكم، هذا هو باك دو ميساج. دوكا لا سويت، واش قالك السؤال الرابع؟ انجز جدول، حنا لقينا اكس وكراك نكملوا برك هادو. يلا واش قال لي هنا خوتي؟ قال لي 1000 دينار من ثمن الشراء. واش معناتها 1000 دينار من ثمن الشراء؟ معناتها تروح للمشتريات، وين كاين ثمن الشراء تقسمها على 1000. روحوا للمشتريات، اروح اروح خويا اروح، هاي نفهمك بالعقليه. ها هاي مشتريات، هاي مشتريات. حنا واش نشرو؟ نشرو بلاستيك ولا وازم؟ الكراسي والطاولات ما يدخلوش، بلاستيك ولا وازم هما اللي نشروهم صح. الاخرين ننتجوهم. المبلغ تاع المشتريات 240000 في البلاستيك نقسموه على 1000، واللوازم 75000 نقسموه على 1000. بيان سور هو قال لك 1000 دينار من ثمن الشراء. عباك لو كان قال لي، كان قال لي زعما 1000 وكان قال لي كيلوغرام ماده مشترات، لو كان قال لي هنا كيلوغرام ماده مشترات يدخل غير البلاستيك، تسمى هنا نكتب له غير البلاستيك، اللوازم ما يدخلوش، لأن اللوازم تقيم بالدينار وليس بالكيلوغرام خلاص. تسمى اذا قال لك دينار يدخلوا كاع المشتريات، اما اذا قال لك كلمه كيلوغرام يدخل غير الحاجه اللي تقيم بالكيلوغرام في المشتريات. طري بيان بون 240000 على 1000 تولي 240. بون تكتب لنا بلاستيك نسموها، واش نسموها؟ بلاستيك يدي بزاف الان، راح نسموها بي بصح ما تلعب عليه. ايه بلاستيك نسموها بي، بلاستيك هذا معك. راح تولي هنا 240، بغيت تقول لي جات 240 ياك، 240000 قسمناها على 1000 صح اخويا، والاخرى 75000. الاخرى لوازم، نسموها لوازم، نكتبوا هنا لوازم يساوي 75. منين جات 75؟ 75000 قسمناها على 1000. لو كان قال لك هنا 100 تقسمها على 100، لو كان قال لك 10 قسمها على 10 تربح. اجمع الزوج هادو 325 نورمالمون، 240 زائد 75 315، قسم 315، قسم هذه على هذه رابيدمون 50400 قسمه 315، 160 خوتي 160. برافو. شو راح نتعب بزاف هاد لا فيديو، حندير فيها ساعه ونص حصه، شو راكم تقراو عندي في ليكور؟ والله العظيم ماني سامح الواحد، والله الذي لا اله الا هو ماني سامح الواحد ما يكملش هاد لا فيديو وما يديرش الملخص تاعها. والله يوم القيامه غنتلاقوا عند ربي. تربح هي يمشي قولبه انها هذه ورشه واحد وهذه ورشه اثنين تابعين للانتاج. يعني شفتوا في الغير مباشره هنا، شو انا في الغير مباشره حتزيد له كلمه قولبه وتزيد له ايضا انها قولبه، يعني وين نديروا القالب والشكل والانهاء لا فينيسيون. ورشه واحد ورشه اثنين تجي في الانتاج. انتاج واش انتجنا؟ انتجنا كراسي وطاولات. هاي اروح قال لك هنا كيلوغرام بلاستيك مستعمل. واش معناتها كيلوغرام بلاستيك مستعمل؟ معناتها روح قول لي طاولات شحال استعملت من كيلوغرام، وقول لي ايضا الكراسي شحال استعملت من كيلوغرام مستعمل.
هي ولا غير جائحة خوتي، جائحة. دوك حنايا من قبل الاستعمال حسبناهم على بالنا ارواح، تبع معايا تبع والله رجعها، اقسم بالله غير رجعها. شوف نجي لهنا نسمو طاولات تي بصح طاولات وكرسي ما كتب له هكذا بارك الله هاني لا شاز بصح شاز ما بزاف نكتبوا هكذا طاولات وكراسي، طاولات وكراسي تفضلوا طاولات وكراسي برنا. وش معناتها كيلوغرام بلاستيك مستعمل؟ يعني طاولات شحال استعملت من كيلو ارواح؟ استعمالات ماشي 2420، 2420 يجي هنا الاجمالي، 2420 هو الاجمالي شحال استعملنا كلش. طاولات الكميه المستعمله في طاولات 770 وفي الكراسي 1650 هذه سما هنا 1650 وهنا 770 قريب يا دونك نديروا هذه قسمه 2420 هذه 1650 طاهنا معطياتها وهذه حنا حسبناها درنا اجمالي ناقص هذه هاي روح نطلع النيفو على بالي نهضر هكذا راني حابكم يطلع لكم النيفو نكره عباد مبريزين 20 كي قسمت هذا وحده منتجه حنا لقيناها بشطارتنا طاولات لقينا 1000 بون بصح عكستهم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الشيطان هذا ما كاش في رمضان على كل حال نفسنا تحية طاولة عكستهم خوتي راك شو الأمور واحد عيط يا شيخ راك عاس عكسهم أقسم بالله جا حيكومونتي كدا تحمس منا ربي يغفر لك أستاذ بصح تعيو خوتي من داك تعجبوني كي تكومونتي لي راك غلط نحسب براسي بصح لازم شو تحبوا تبريزيوني ولا ما فهمتش شجعوكم شجعونا يا قلنا لهم ورالي شو تبريزيونا هكدايا المهم كراسي هذه 275 خلونا منها هذا زايد هذا 1375 نورمالمون نجو نقسمو نشوفو الامور هاكتو بلي راني حيويه وناش اولولو 35 شحال شابه وحده مباعه كراسي طاولات لقينا بلي الكراسي 1120 كرسي 1120 كرسي وطاولات بعنا 280 طابله كالعاده نجمعو هذه مع هذه حنصيبو 1400 ان شاء الله ومن بعد قسم هذا على هذا اولولا ارنولد 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 اعتقد ان ارنولد ظهير ايسر او ايمن خطا لكن كالعاده نديروا هذيك الفكاهه عيانا حنا نتجنا 1100 وبعنا 1120 علاش باسكو عندنا ستوك تربح انا كملنا جدول اكس واي كراك دوك المشتريات ليك شحال ساهل حنا شينا ماشي ام 1 وماشي ام 2 شرينا بلاستيك ولوازم روحوا ديرك المشتريات بلاستيك شينا 2400 السوم هنا ما كان له عطاكم ديك 240000 حطها ديرك ما كان له ما كان له اللوازم 75000 دينار جزائري ومن بعد مصاريف الشراء المباشره فيها ايدي الشبه خوتي مصاريف بون نبداو بالغير مباشره غير مباشره نجيبوها منا من التموين البلاستيك 240 واللوازم 75 ونضربو نضربو في 160 كالعادة 160 آلة حاسبة 38400 هادي والأخرى تحب تنقص تحب تضرب 75 في 160 ولا تحب دير 50400 ناقص 38400 حتلقى 12000 تا كيما راك حاب بكر مباشرة عطاونا إيدي بزاف شابة اللي هي تاع التوزع وتناسب بصح ما قالش حسب الكميه المشترات واش قال لك قال لك مصاريف الشراء المباشره 31500 توزع يعني تتناسب فليشا حسب ثمن الشراء واش معناتها حسب ثمن الشراء معناتها يقابلها هنايا ثمن الشراء الاجمالي هذا 240000 زائد 75000 حطوه هنا 240000 زائد 75000 شحال 300 نفيق عليها 315000 ها هذا هو طاهو لك مصاريف مباشره هو طاها لك هذه حنمدوا شويه هنا وشويه هنا على اساس ماذا قال لك على اساس ثمن الشراء يخلص يقابلهم ثمن الشراء الاجمالي ومن بعد واش دير خويا دير فليشه
تاع بلاستيك يقابلها 240,000. شايف ابي بري سما بلاستيك يقابله 240، واللوازم تكتب له لوازم يقابلها 75,000. وصح كي تجمع هذا وهذا هي 315. دوك نديرو الطريقه الثلاثيه، هذا في هذا قسم هذا تلقى البلاستيك، هذا في هذا قسم هذا تلقى اللوازم، تربح قسم بالله غير جياح اخويا. هيا 31500 في 240,000 قسمه هذه اماليتيك 24,000، حطها هنا 24,000. دوكا بلا ما تضرب، بلا ما تحب تضرب، تحب ديرك هذا ناقص هذا تلقى الباقي 7500. ها روح اضرب 31,500 في 75,000 قسمه 315,000 7500. فهمتوا الطريقه الثلاثيه؟ هذا ما كان. دوكا نجمعوا هذو ثلاثه باش نلقاو تكلفه هادشي راه رابيد. 240,000 زائد 24,000 زائد 38,400. راني حاب نشوف الوقت، ديجا نص ساعه اخوتي. نكمل التمرين ولا ما نكملش؟ اي تبان لي ما نكملش التمرين باسكو فرشت وانا شويه. 300 و 400 بنقسموا على 2400. جايح التمرين نجمع هادو ثاني من نيتكم راني نكمل فيه. دوك نحبس، دوك نحبس نجيب لكم الحل ديريكت ونقول لكم كملوا وحدكم. 94,500 هنا ما كان له لانه اللوازم ما فيهاش الكميه، ما سحقوش كاع السي ام اي بي تاعها، اللوازم ما فيهاش كميه، فهمت؟ نروحوا مخزن اول مده، بون قسموا هذه على هذه دقيقه، برك 300 و 400 قسمها 2400، 126 خوتي، 126. مخزن اول مده تاع البلاستيك 200 كيلو، 200 كيلو بمبلغ اجمالي 22,600، 22,600، 22,600 قسمها 200، 113. نحسبوا السي ام اي بي تاعنا، هذا زائد هذا 2600، وهذا زائد هذا صبر تشوف 300 و 400 زائد 22,600 325,000، 325,000 قسمه 2600، 125. السي ام اي بي دائما يجي كيوت، وهذه جمعهم جمعهم ما عندها حتى معنى، ما فيهاش سي ام اي بي اللوازم. نروحوا للاستعمالات، تبع معايا هنايا تكتب له واش استعملنا، استعملنا البلاستيك، بلاستيك واستعملنا لوازم. كالعادة تحديد الاستعمالات، تحديد الاستعمالات. السي ام اي بي تاع البلاستيك 125، نحطو هنا 125 وهنا 125. الاستعمالات بون هاي لي كراسي ومنا طاولات. استعملنا بلاستيك، السؤال شحال استعملنا بلاستيك؟ استعملنا لوازم، السؤال شحال استعملنا لوازم؟ وعندك الساعات منا كيف كيف، بلاستيك لوازم والساعات. وهنا حطوا الكميه المنتجه 1100 كرسي مقسم على 1100 كرسي، 275 طاوله مقسم على 275 طاوله، ميور ميثود تاع خدمه في اناليتيك من الاخر. بلاستيك في الكراسي استعملنا 1650 كيلوغرام اجمالي، وبلاستيك في الطاولات استعملنا 770 كيلوغرام اجمالي. تسمى هنا بلاستيك شحال مد للكراسي، مد لهم 1650 كيلو، بلاستيك شحال مد للطاولات 770 كيلو. اللوازم قلنا ما كاش هنا ما كاش هنا غير بالمبالغ. كيفاش نحسبوا اللوازم؟ واش نديروا؟ نروحوا للسوجي في الاستعمالات. واش قال لنا؟ اروح اروح باش تفهم بلي انا تيك جياح. قال لك الجدول التالي يوضح استعمالات الوحده، كرسي واحد يدي 50 دينار من اللوازم، وطاوله تدي 80 دينار، واش فوا على الوقت 4 ساعه وحده نص ساعه. اروح تشوف الجياحه برك. هاي هنا حيل في الواد. اروح اروح واش معناتها اللوازم فاش تحسبها؟ انا انتجت 1100 كرسي، نضربها في 50 دينار لوازم، باسكو 50 دينار لوازم للكرسي الواحد، اضرب هذا في هذا 55,000 دينار جزائري. سما اللوازم في الكراسي هي 55,000 دينار. هذا ما كان. نجي لهنا طاوله 80 دينار، ندير 275 طاوله في 80 دينار، نلقى المبلغ الاجمالي تاع اللوازم 275 في 8000 هي 80 دينار، 22,000 دينار جزائري، 22,000 دينار. تسمى نحطو هنا 22,000 دينار، اضرب هذا في هذا، اضرب هذا في هذا، تلقى المبالغ.
مصاريف الإنتاج مباشرة وغير مباشرة. المباشرة هي الساعات في الإنتاج، المباشرة هي الساعات. قال لك 15 دقيقة في الكراسي، 15 دقيقة، وهنا 30 دقيقة يعني نص ساعة، وهنا ربع ساعة، قسم على 60، قسم على 60 تلقى بالسوايع للوحدة الواحدة، اضرب في 1100 كرسي باش تلقى الساعات الإجمالي، اضرب في 275 طاولة باش تلقى الساعات الإجمالي. ودرناها الفيديو اللي فاتت واللي قبلها، وربي سهل على اللي جاي يشوف ديريكت الفيديو 5. والله ما نرحمك اي، وانت شيكور انت يا مريض خو، 275 ساعة هاي ليك مباشرة، 275 ساعة. هنايا نص ساعة في 275 تقسمها على زوج، 137.5 ساعة، اي خلاص 137.5 ساعة. برافو يا اخي، انتجنا 275 طاولة مانيش غلط. طريبيا دوكا السعر الساعة طالنا 300 دينار، هنا نضربو في 300 وهنا نضربو في 300. هو قالنا قال لك تكلفة اليد العاملة 300 دينار للساعة. يلا 275 في 300 82500، ومنها 137.5 في 300 41250000. هكذا القولبة والإنهاء ونجيبوهم من هيه، قولبة إنهاء. راح القولبة كراسي شي مكتوبة 1650 وطاولات 770، السومة في القولبة 20، السومة في القولبة 20، وش معناتها؟ دير هذا في 20 هذا في 20 تربح. روح الإنهاء شحال الكراسي مكتوبة 1100، يا خويا اكتب 1100، شحال الطاولات 275 تربح، شحال السومة 35، 35 ما تعينيش، درت هذه في هذه هذه في هذه، منزلش المد الاناليتيك قيمة اكثر من هذه، من الاخر جياحة تربح. اضرب اضرب اجمع تلقى هذه، اجمع تلقى هذه، قسم قسم، مخزون اول مدة، مخزون اول مدة تلقاه في 80 ديالك، نتبعهم لك دوكاتير، انا انسان ماهوش نكره الاغبياء. هنا مخزون اول مدة 60 قاعد بيا اخويا، وانا 15 المبلغ تاع هدايا 25، مشي تلعب مشي قرون يا راح يا وسمك راح راح مشي. اناليتيك صعيبة، اناليتيك واعرة يا اخي اطفال يا اخي، ريقل احسب سم اي بي تاعك وحدك، احسب وحدك، هذا يطلع له وهذا يطلع له، حط المبيعات، حط المبيعات اللي حسبناهم قبل وحدنا مجاهيل، لقينا كل وحده شحال باعت، واللي الفيديو كي بدات نعم موراك كتبت المباشره في 80 ما مدهناش تسمى معدومه، والغير مباشره نجيبوها من التوزيع، كراسي 1120 ديجا هذيك الوحده مباعه، تسمى هنا 1120 في السي ام اي بي هذا، وهنا 280 في السي ام اي بي هذا، 280 هاي ليك، السومه شحال راهي تما 25، 25 هادو ما نسحقوهم بشكل عاده. كي تحسب اجمع هذا اجمع هذا، شت هذا يتلقى هنا هبطوا له، هذا يتلقى له هبطوا له، سعر البيع نلقاه في المعطيات، بعنا منا 1120 سعر البيع راهو يقول 600 دينار، وهنايا 280 طابله اللي هي هذه، سعر البيع 1200، اضرب تلقى مبلغ، اضرب تلقى مبلغ، نقص نقص تلقى هامش الربح، تلقى هامش الربح، اجمعهم في زوج تلقى الاجماليه، زيد لهم عناصر اضافيه عطاها لكم 852000 5200، نقص لهم اعباء 5000، تصيب ما يسمى الصافيه تربح. هذا هو باغ دو ميساج اللي خلعونا به. دوكا ليكيب راح نكوبي ونعاود نولي لكم ديريكت باغ 2015 مور مان بريباري طابلو تاعي. هاو ليكم راهي النتيجه الصافيه تاع باغ 2016 اللي كنا نحلوا فيها داوين، دير بوز بيان سور، حل وحدك، كمل الحسابات هذوك وشوف اسكو تلحق الا هنا 360000. دوكا نروحوا لباغ 2015، يلا تبع معايا في الجرد الدائم، فكره ماركه تقدر تكون هذا العام مقترحه جدا من الاخر، والله الذي لا اله الا هو يا باغ 2023، مستحيل مستحيل باذن الله وبتوفيق من الله، بتوفيق من الله راح يجي اصعب من باغ 2015 وباغ 2016 واش درنا في الفيديو السابق. السلام عليكم يا ربي، في هذا رمضان في نصف الليل هذا، يا راه فاتت 12 تاع الليل مازالين فيلمي، يا ربي
وفق طلباتنا جميعا. هيا يلا تبع معي دوكا باغ دو ميل كانز ليكيب خلعوهم، عطاو لهم هذه المره الاعداد الفوق والتحت، ما تخلاش ماشي لازم 100% دائما، 100% ارقام نورمال، زوج زائد 5 7 و3 10 تما هادو 15، 3 و4 7 و7 14 و7 21 و3 24 نورمال 15 24 هذه هي 100% هذه هي 100% شغل هكذا غنلقاو اكس و ايغراك رابيدمون. اكس يساوي هذا باك 2015 8 نقاط خوت هي دوك نوريه لكم ساهل 8 نقاط انا بدا يا اخي انا صحيح مانيش غلط هي ايوا صح. نبداو بسم الله 63000 زائد شويه من ايغراك ومن بعد نجي لهنا انا نخدم هكذا ما نعرفش نخدم ماشي 63 6300 6300 6300 8600 زائد والله ما نعرف نخدم ابارات طريقه باسكو علاش انا روبو خوتي اكس ميطوط العقل دوكا 6300 زائد 3 من 24 زائد 3 على 24 يا خلاص 8600 زائد 2 على 15 يا خلاص 8600 زائد 2 على 15 هذه معادله واحد وهذه معادله 2 نعوض 2 في 1 نجد يلا اكس يساوي 6300 يوم مجرد ارقام بورسونتاج ولا رقم علاش تخاف 3 على 4 عفوا 3 على 24 افتح قوس بلاص ايغراك عوض هذه 8600 زائد 2 على 15 اكس انت واش دخلك يا اخو ها مجرد ارقام دوك الا حاسبه هذه تحسبها ماشي انت الا حاسبه سمع راك مقلق 6300 زائد 3 على 24 في 8600 ماشي تحسبها الا حاسبه انت مجرد عبز عبز اكبس على الزر اضغط على الازرار 3 في 8600 قسم 24 1075 1075 زيد هذا ضربه في هذا 3 في زوج ومن بعد 24 في 15 ستة قسمة المستة دير هكذا دير هكذا زائد شتلتا هدايا ثلاثة في زوج هدي 24 مانيش غلط انايا 7 و 7 14 و 7 21 و 3 24 ايه ايه نورمال عندي كاع الارقام بهاد الفصيله هذا ما كان خرجت هكذا ليكيب اش كيدير هذا في هذا وهذا في هذا ضرب البصل في البصل والمقام في المقام زائد 0.01666666 ما لا نهايه نورمال نورمال عندي كاع الارقام بهاد الفصيله اللي عندهم كازيو تخليها لكم كسر هايله ومن بعد دير هذا زائد هذا ما تخلعكش يا لطيف بون هادي مضروبة في اكس هذا يجي منا تولي اكس ناقص 0.01666 ما لا نهاية انت ما تكتبهمش كاع بصح في الآلة حاسبة اكتبهم كاع تساوي دوك تشوف تخرج لنا نورمال هذا زايد هذا 7375 هنا معامل واحد نديرو واحد ناقص هذه وكتبوا كاع زوارة شوفوا واش ديروا ديروا هكذا خوتي انا نقول لكم واش تحسبوا على حساب ها تبعها تبع هنا دير واحد ناقص 0.0666 تكتبوها بزاف هكذا ودير تساوي 0.98333333 ما كاش مشكل لا ندوق على الارقام دوك نشوف ايه نورمال تخرج عادي خوتي 0.98333 ما لا نهاية تساوي 7 اكس بيان سور 7375 اكس يساوي 7375 قسمة 0.98333 ما لا نهاية كتبوا كاع ثلاثة حتى تخلص على حسيبة كي تقسم حتصيبوا اكس 7500.0000 هذيك ما تشوفوهاش باسكو هذيك تقولها فاصلة معدومة ما تنكتبش إذا اكس 7500
هذا ما كان هذه اذا جاوك هكذا ما تخلعكش نورمال نورمال ارقام فقط بسيشيك ما تخلعكش 7500 نضربوها في زوج على 15 شحال في زوج قسمه 15000 خرج 1000 خوتي ومن بعد نجمعوا هاد الزوج نصيبوا ايكراك ايكراك حيخرج 9600 هذا ما كان كمل وزع اضرب هذا في هذا راح تصيب 1500 ضرب هذه وقسم على 15 توجور اضرب في 5 وقسم على 15 2500 وهنايا حتلقاها 1000 ومن بعد 9600 في 3 على 24 حتخرج لك 1200 وهنايا الدبل تاعها تسمى 1000 اوه لا لا مش الدبل تاعها زيد لها شويه هنايا 2800 هنايا 2800 وهنايا 1200 يلا ومن بعد كي العاده والعوايد تجمع هادو تجمع هادو تجمع هادو تجمع هادو حتصيب هنايا قال لك كيلو غرام قال لك 1 كيلو غرام مشترات وكيقول لك 1 كيلو غرام الواحد نحيها معناها حتى معنى ما عندهاش حاجه شريت من كيلو هنا قال لك لعبه منتجه وهنا قال لك ساعه عمل وهنا قال لك لعبه مباعه والورشات بدل لك الاسماوات واسم تحضير وانهاء بريباراسيون فينيسيون اوكي نروحوا للتمرين هذا هو اكس ويكراك ليك نروحوا للتمرين اروح نوريكم التمرين تاعنا تبع معايا التمرين تاعنا لا راح نديرو ساعه ونص هادي شغل اوفيسيال في الفيديو هادي من الاخر فيديو ماركه هيا تبع تنتج مؤسسه الامل الصناعيه في ورشتي التحضير والانهاء نوعين من اللعب لعبه بوكور جو هذيك جي جي معناتها جو غارسون ولعبه اناث جو فيات ولا فيمينا باستعمال المادتين الاوليتين ام ا وام دو مع اضافه لوازم مختلفه ك سماها لك لوازم مختلفه ثم وضعها في علب حذاري ثم وضعها في علب العلب تسمى لومبالاج دونك هذه تعتبر ماده مستعمله باش نبيع الماتريال ديالي حذاري للفتره المعتبره شهر فيفري 2013 قدمت لك المدرب تربح مخزونات ما ام ام دو لوازم علب فارغه حذاري من العلب الفارغه هادو علب فارغه ليكيب هما اللي نحطو فيهم الجويه هذيك راك شايف علب فارغه 1700 لعبه بتكلفه 10.5 دينار التكلفه هذيك هو سيام اوبي تاع العلب الفارغه شغل هكذاك زعما لعبه دوكور لعب فوكور جو غارسون معبأه في علب 530 لعبه ثم هنا نهضر لك على اللعبات 530 لعبه قديمه والبنات كان لي 720 لعبه زعما باربي وكاع مشتريات الشهر شينا ام ان شينا ام دو انتاج استعمالات يتطلب انتاج لعبه واحده لك لعبه دوكور تدي لك 0.32 كيلو من ام ان و 0.48 كيلو من ام دو و 6.8 دينار لوازم و 0.3 ساعه وعلبه واحده فارغه اما الاناث 0.18 كيلو غرام من ام ان 0.26-25 من ام دو 9.75 دينار لوازم 0.2 ساعه وعلبه فارغه خلاص اذا العلب فارغه تعتبر استعمالات حذاريه مصاريف سهله اليد 360 ساعه منها ليكيب كيعطيكم الساعات الاجمالي شوف كيعطيكم الساعات الاجمالي والساعه تاع الوحده الواحده نديروا هذه زعما نقسموا نلقاو الكميه المنتجه كيما باك 2016 برك في باك 2016 درنا بالاستعمالات كيف كيف والباقي في ورشه الانهاء هذو اللي كيف تعيشوا تاع اليد العامله كتبوها لي ديروا بوز وكتبوها لي والله غير ظهري ويوجعت الموني واقف بزاف ومن بعد هاوليك وراء الجدول هاوليك تاع اكس ويكراك عناصر اضافيه للفوق منا من هنا مبيعات الشهر هاوليك السؤال الاول حدد الكميه دوك نقرا لكم اسئله من تحت معنا دونك انت دير بوز وعاود كتب لي واش قلت لك في اليد العامله هذيك هاي ارواح تبع معايا السؤال الاول حدد كميات المنتجه من لعب الذكور والاناث اعتمادا على ساعات لي زيد قال لك على اليمن شنو النيفو هذا ارواح ارواح انا مازال ما فهمتش فين من صعيبه هذا هو البروبليم ديالي انا البروبليم ديالي ماشي معاكم البروبليم ديالي معاني قال لكم صعيبه راني حاب نحكمو ونقتلو اقسم بربي نعذبك ندير لك الامورات بالعذاب نحي لك تفرتي نقطعك نكره 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 واحد يقول صعيب اروح لعبه دوكور تساوي حنلقى الكميه او كميه لعب
دوكور يعني حنا نلقى الكميه المنتجه واش ندير قبل قالي 360 ساعه عمل للعب الدوكور تسمى واش ندير ندير 360 هذيك ساعه نقسمها على 0.3 ساعه للوحده الساعات الاجمالي على الساعات الوحده تعطيك الكميه المنتجه كما الاستعمال الاجمالي على استعمالات الوحده اسمحوا لي خاوتي سيطروا ولا غير سيطروا سيطروا 1200 لعبه ذكور يعني هذا هو الكميه المنتجه تاع لعب ذكور 500 ساعه اناث بون لعبه اناث تساوي 500 ساعه على 0.2 ساعه تساوي بون 0.2 هي 1 على 5 2500 نحسبها براسي دوك نشوف 500 قسمه 0.2 شيكور 2500 لعبه اناث برافو وانا لقينا الكميه هذه صعيبه تقسم صعيبه عندك الحق صعيبه صحه السؤال الثاني حدد كميات المواد الاوليه المستعمله من ام ا وام ب في انتاج لعب الذكور ولعب الاناث انا السؤال ما نكذبش عليك سؤال سابق اوانه ما عجبنيش علاش ما عجبنيش باسكو هذا نقدروا نديروه من بعد نقدروا نديروه ومن بعد في حاجه اسمها تحديد الاستعمالات مي معليش يا خو دوك تحبوا نديروه دوكا نديروه دوكا اللي كيديوه محياتنا ما نعرف علاش داروه قبل المباشر نديروه هنايا تحديد الاستعمالات اوني داكور دابا معايا يا خوتي خياتي بسم الله ما شاء الله نقسم الورقه هنايا كالعاده جو غارسون نسميها لو هكذا جي جي لعبه الذكور خرج فليشه ام ا ام دو وندير ايضا لوازم وندير ايضا ساعات وندير ايضا علب فارغه لان العلب الفارغه استعمالات خوتي شت البوبيه نديرها لداخل العلبه طوموبيل نديرها داخل العلبه اناليتيك منطق وتحيه للمنطق وين ما كان صح دوكا نديرو جي فيات هنايا ومن بعد نطلعو ام ا ام دو لوازم ساعات وعلب فارغه العلبه الفارغه تعتبر هو قال لك مع الاستعمالات وكان ما قالكش معناتها يبيع الجوي هذيك بلا علبه بلا لومبالاج فيكو قال لك طلع غالب شحال نتجنا من علب من لعبه دوكور نتجنا 1200 تما بلو طار حنقسمو هنا على 1200 وشحال نتجنا اناث 2500 تما بلو طار حنقسمو هنا على 2500 كي تكون عندك ميثود تولي لك سهله بون جدول تاع الاستعمالات والله ما نعاود نوريكم نجبدو شويه دير بوز وشوف وحدك الاستعمالات واسمعني يعني عاود اكتبهم بون وليت خلاص درت بوز وكتبتها تربح قال لك ام ان راهو يمد 0.32 كيلوغرام للعبه الواحده للعبه نضربوها في 1200 لعبه هكذا نلقاو الكيلوغرام المستعمل من ام ان ام دو قال لك راهو يمد الجو غارسون 0.48 نضربوها كيف 1200 لوازم مختلفه هنا يتمد 6.8 دينار نضربوها في 1200 الساعات راه يقول لك 0.3 ساعه في 1200 اصبر 1200 في 0.3 احنا نلقاو 360 ساعه حنولوا بالعكس هذا هو تحديد الاستعمالات العلب الفارغه واحد علبه فارغه في 1200 تقعد هي تسمى 1200 جو يعني نحطوها في 1200 علبه شاك لعبه تدي علبه باينه تبهدينا نشرح لكم هذه هيا خلينا صح هنايا 0.18 هنايا 0.2625 هنايا 9.75 سوايع 0.2 وهنا كيف علبه واحده فارغه كيف نضربوا كاع في 2500 في 2500 في 2500 في 2500 في 2500 في 2500 فهمتوا تحديد الاستعمالات كيفاش شحال جياحه سيطروا خوتي اقسم بالله غير سيطروا سهوله تحسبوها وحدكم هذه السؤال اللي مورا قال لي حدد انجز جدول توزيع الاعباء الغير مباشره تاع اكس واي اروح
احسبوا لي هادو راني جاي. احسبوا لي هادو اكس بون. قبل ما تحسبوا هادو نكملوا هذا من بعد ساعه. كيلوغرام مشترات ولا راح ديبوز. احسب لي هادو وجدهم وعاودوا لي سي بون. وليت اروح جدول هذايا نديروه دابا مازال ما حسبتهم رابيدمون. نلقى هذه 5525، هذه 59200، 64500، 29664 قريب. يا كيلوغرام مشترات معناتها مادة أولية وشرينا ام ان ام دو. شحال شرينا ام ان وشحال شرينا ام دو؟ نروحو لاسيري تاعنا. مشتريات ام ان 800 كيلو والام دو 900 كيلو، كي نجمعهم 1700 كي نقسمو 3 25. كاع على بالكم بلي هادي نسحقوها هنا في الغير مباشرة تاع الشراء. طري بيان لعبة منتجة ذكور وإناث جو غارسون. نكتبو له هنايا جو غارسون، جو فيمينا فيات يعني فيمينا ولا عفسة. ومن بعد جو غارسون لقينا 1200، البنات لقينا 2500، كي نجمعوهم 3700 وكي نقسم 16. كي نقسم 16 ساعات عامل كيف كيف راك في الورشات جو غارسون. وهذه تاع فيمينا عليك شحال من ساعه هنايا 360 وهنايا 500 ساعه نورمالمون اذا مانيش ناسي بيان سور. 500 لا لا ماشي 500 او غلط. هنا كاين بياج ليكيب حذر في الساعات كاين بياج نوريهوكم في لاسيري. الله ارواح وتشوفوا البياج وراه. قال لك 360 ساعه عمل دوكور، منها 160 ساعه فرشه التحضير والباقي فرشه الانهاء. تسمى لازم نحسبوا السوايع تاع فرشه الانهاء. 360 ساعه تركيز اناليتيك، 360 ساعه ماشي كاع فرشه الانهاء، شويه في التحضير شويه في الانهاء. تسمى 360 ساعه نحي لها 160 دوك تقعد لك 200 في الانهاء. 500 ساعه اناث 270 تقعد لك 230 في الانهاء. او فكره شحال شابه شحال فيها تركيز. شكيش تعاود هذه واعره. تسمى هنايا في الانهاء كي قال لي ساعه عامل ما تمدلوش ساعه عامل اجماليه، تمدلو ساعه عامل غير تاع ورشه الانهاء. هنا كاين 200 ساعة وهنا 230 كي نجمعوهم في زوج خوتي 430 ساعة. برافو. نعاود لك، هو قال لك 360 ساعة طوطال بين هاد الورشة وهاد الورشة. ورشة الإنهاء ما داش 360، دات 200 ساعة فقط. 160 ساعة في التحضير. بصح أنا ما دومونداش سوايع، أنا دوموندا لعبة منتجة. وكان زعما هنا قال لي ساعة عمل في جو غارسون دير 160 ساعة. وهنا 200 ساعة، 160 زائد 200 360 هي الإجمالي. تسمى 500 ساعة مقسم عليهم في زوج. هنايا جوفيات هادية فيها 500 ساعة، 270 ساعة منها هنا والباقي 230 هنا، تنقص كي تجمع 430 قسم النتيجة 150. عجبتني الفكرة هادية شيخ، عجبتني هادي الشابة. لعبة مباعة هادو حسبناهم نورمالمون ولا عطاهم لنا، عطاهم لنا عطاهم لنا جي 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 اف. الدراري باع 1728، البنات باع 3216، كلش 4944. كي تقسم حتصيب 6. وهذا الطابلو قلنا نسحقوه في الغير مباشره قولبه ولا تسمها تحضير. سي بون دوكا الطابلو اللي كي بلا بان نعاود نكملهم لكم، عندها حتى معنى. عندك برك بلاستيك استعمالات تبدل واش تولي، تولي ام ا ام دو لوازم علف فارغه. ام ا ام دو لوازم وعلف فارغه والساعات يجوا في المباشره. هادو كاع استعمالات. شحال راه الوقت؟ حنا كملنا، حنا عينا عينا ما غير نكملوا التمرين وخلاص. واش حدير بون مشتريات ما نضيعش الوقت. برك عندي هنايا الحل، تسمى نعمر ديرك هنا 800 كيلو السومة 17.45 كي تضرب
13960 ربيع. في الامدو 900 كيلو، السومه 19.6 كتضرب 17640 ربيع. مصاريف الشراء المباشره واش قالنا في التمرين؟ قالنا 7.2 لكل كيلوغرام مشترى، تسمى ندير 800 7.2 900 7.2. درناها العفسه هذه من قبل، هنا 5760 وهنا 6480. الغير مباشره هاي ليك 800 في 3.25 3.25 900 في 3.25 الريزلت هنا 2600 والريزلت هي لك عندك الحل ما تعياش، وهنا 2925. كي تجمع هادو كاع راح تلقى 23800 كي تجمع هادو كاع حتسب 27045 قسم هنا على 800 وهنا على 900 النتيجه هنا 27.9 والنتيجه هنا 30.05. طريبيا دوكا ليكيب مخزون اول المده نحسبوه باش نلقاو السي ام اي بي تاعنا. مخزون اول المده نروحو لا سيري تاع ام ا 50 والاخرى 350، نحطو هنا 50 وهنا 350. عطانا ام ا عطانا بالوحده 29.6 و ام دو عطانا اجمالي 11705. احسبوا وحدكم هذه، انا حديك سي ام اي بي باش ما نعياش. سي ام اي بي تاع الام ا 28 تاع شباب وهنا 31 وفيريفيو. دوكا ليكيب راح نديروا حاجه جديده اللي هي الجرد الدائم، جدول الجرد الدائم. هو قال لهم واش قال لهم؟ سؤال قال لهم هكذا، انجز تكلفه الشراء لام ا وام دو وانجز الجرد الدائم لهما. واش معناتها الجرد الدائم؟ هو عباره عن جدول بسيط جدا. انا ندير تاع الام ا ثم ندير تاع الام دو. الجرد الدائم لام ا ليش حال ساهل خوتي؟ بابلو هذاني شحال عليه؟ بابلو عليه نص نقطه تلمو ساهل، ماشي باسكو حاجه ما تجيبها من راسك على بها ما يمدوش عليها النقاط، فهمتوا؟ دير كونتيتي بلي انيتال مونطونت، هنا يجي الباين وهنا يجي الباين، وتعاودي ثلاثة هادو كونتيتي بري انيتال مونطونت. سهلة سهلة، يجي هنا المجموع ليك شحال جايحة. قاعدة أبدية هنا دايما يجي السي ام اي بي، وهاد السي ام اي بي يجي لهنا ويعاود يطلع ويزيد يطلع. تسمى الجرد الدائم دايما في الجهة هادي حط السي ام اي بي ومن بعد يجي لهنا ويطلع فيهم في ثلاثة. هادي قانون قرآن صح. وشنو هو الباين؟ مخزون اول مده العكس تاعو مخزون اخر المده، تحفظها هكذا. مخزون اول مده العكس تاعو اخر المده. ومن بعد راك في المواد الاوليه، مخزون اول مده زائد مشتريات تكلفه الشراء، عفوا ما نقولوش مشتريات، مخزون اول مده زائد تكلفه الشراء صح. عكس تكلفه الشراء هي كلفه الاستعمالات، كلفه الاستعمالات برافو. ومن بعد تحط مخزون اول مده تاع ام ا في التمرين او مكتوب 350 شحال مكتوب 50 كيلو كميه 50 كيلو، السومه راهي مكتوبه 29.6 لوقات نقلهم المعطيات كي تضرب تلقى 1480 تحطها هذا ما كان. تكلفه الشراء جيبها منا هاي لي ديجا هاي لي شو دي 50 في 29.6 هاي لي 50 في 29.6. الجرد الدائم هو هذا اخوتي، هذا هو الجرد الدائم. شغل شغل زعما هذه تاع ام هذا هو الجرد الدائم تاعها. خصك برك استعمالات، ها تكلفة الشراء عاود اكتبها كيما راهي 800 27.9، عاود اكتبها كيما راهي 27.9 23800. راك فاهم ببري؟ تسمى هذه تكلفة الشراء عاود تحطها هنايا سوا سوا، عاود تحطها تما ومخزن أول مدة عاود تحطو لها. هذا ما كان، هذا زايد هذا 850، هذا زايد هذا بون 1400. هادي راه عندي الحل انا نضيع في وقتي. 23800 اه غلطت في هذا 22000 انا غلط، ماشي 23800 اه غلطت في 22320 22000 حسابات خوتي الله غالب الله غالب. المهم
22,320 هنا جيت 23,800 كي تجمعهم هاد الزوج كي تقسم حتصيب السوم اي بي تاعك 31. هذا 31 ديريكت ما تحوش تفهم جيبو ديرت له حط 31 ماذا الحاجة تربح استعمالات شحال استعملت في الام ام يعني شحال استعملت كاع ام ام توتال شحال استعملنا كاع ام ام كلكو سوا في جو غارسون ولا جو فيمينا شحال استعملنا توتال دونك لازم نحسبوا الاستعمالات هذا هو ام ام نضرب هذا في هذا نلقى شحال استعملت هنا يلا غالب لازم نحسبوها ونقدر نلقى طريقة واحدة أخرى إذا عندنا آخر المدة ما عندناش ما عطاناش آخر المدة دونك لازم أنا نلقى الاستعمالات واش نجي ندير هذا في هذا 1200 في 0.32 384 صافي تحش لي 384 هنا الكمية استعمالات كاع مازال كاين أم أمنا 2500 في 0.18 450 زائد 384 834 كيلو هذه 834 شكونها هي الاستعمالات تاع ام الاجماليه هنا وهنا في الدراري والبنات فهمت كيفاش نلقاو اخر المده جياحه نعلمكم حاجه واحده اخرى شتو هذه اللي كان تعاود تحطوها كاع هنا تسمى زيد دير هنا 850 23800 دائما هذه الكاجه عاود تحطها هنا دائما دوك دير هذا ناقص هذا تلقى اخر المده 16 ومن بعد دير هذا في هذا تصيب هذا ومن بعد دير هذا ناقص هذا تصيب هذا ولا دير هذا في هذا تصيب هذا كيما تحب جياحه نخدموا دوكا تاع الام 2 هاي نخدموا تاع الام 2 نخدموا تاع الام 2 تبع معايا شحال جياحه تاع الام 2 ها هيك هذا الام ا سي اي بي مشهود 30 في الام ا 28 اعذروني سم اي بي تاع الام 28 اما تاع الام دو شحال سم اي بي 31 نعاودو نطيب 31 ومن بعد نروح نخدم ترونكيل واش نجي ندير مخزون اول مده 350 تاع ام ها حط 300 تاع ام دو تلفت لي كاع كرهت يا عيد هنا ام دو 350 كيلو مخزون اول مده تاعو 350 حط مخزون اول مده تكلفه الشراء شحال هي مكتوبه 900 حط 900 هذا زايد هذا شحال 1250 نزيد نجي لهنا نحط 1250 ترونكيل مخزون اول مده هو يعطيك القيمه تاعها عطالك اجمالي قال لك 11705 تحطها تكلفه الشراء خرجت لنا 30.005 ضرب هذا في هذا 27,045 كي تجمعهم حتصيب مبلغ اللي هو شحال اللي هو مبلغ هذا شحال 38,750 38,750 هذه شتوها كيما راهي تعرف تكتبها منا 38,750 ومن بعد استعمالات الام دو دوكا واش نجيو نديرو اضرب هذا في هذا تلقى كميه تاع هنا اضرب هذا في هذا تلقى كميه تاع هنا اجمعهم في زوج وحط الاستعمالات الاجمالي ومن بعد دير هذا ناقص هذا تلقى الباقي والسلام عليكم هذا هو الجرد الدائم نفسها في الانتاج الجرد الدائم تاع الانتاج نفسها تعرف شنو نفسها الجرد الدائم تاع الانتاج نفسها واش يتبدل خوتي واش يتبدل تكلفه الشراء تولي اسمها تكلفه الانتاج تتبدل كلفة الاستعمالات تولي اسمها كلفة المبيعات هذا ما كان كما وريت لك مقبل اش نجي هنا يتعاود تحطه هنا والسم او بي يطلع تسمى الام او الام دو هاو الجرد الدائم تاعهم كيف يجي ما هنا زعما نقولوا جي جي وجي اف كيف الجرد الدائم تاعهم يتبدل برك تكلفة الانتاج تولي هنايا مع كلفة المبيعات اما في الام او الام دو تكلفة الاستعمال الشراء مع تكلفة الاس استعمالات وكاع معطيات وكاع حفيظه والسي ام اي بي تحطوه هنا وطلعوا والثلاثه هذوما نفسهم تحطوهم هنايا وجياحه السلام عليكم برك نقول لك كلفه المبيعات تحط هنا شحال بعت من حبه تاع جي جي ولا حاجه باينه وهنا الانتاج تحط الانتاج ومخزون والى اخره وهاو ليكون راه لاسويت تاع التمارين ديالك دوك نروح ديريكت نقول لكم شحال راح تجي النتيجه من الاخر باسكو ما حش نكملكم الحل راهي الوحده تاع الصباح نعطيكم ديرك الحل خوتي
هاوليك الجدول تاع تكلفه الانتاج. بون هو ما لصقهمش زعما يعيوا حل نموذجي خوتي دال تاع جي جي وحده وتاع جي اف وحده. نتوما لا لا في الباك ما ديروش هكذا. نتوما شتو هنايا كيفاش مرسومه ثلاثه الثلاثه هذو يجوا لاصقين منا باش ما تتعياش بزاف. هاوليكم رايت فاش حتجي الخدمه. هاوليك الحل تاعك. نتيجة الأخرى نتيجة الأخرى نتيجة الأخرى ما كاش نتيجة التحليلية الصافية. هاي شحال تجي؟ هاي نتيجة التحليلية الصافية تجي 118574 118574. ما ديرش على حل نموذجية خدموا كيما تعرفوا نتوما تتسحق الحل برك. نعطيكم برك لي سي ام او بي نعطيكم برك لي سي ام او بي باش ديروا روحتيكم في اللي تسع وتعرفوا اذا جبتوها صحيح ولا لا. السن اي بي تاع الدوكور يجي 120 وتاع الايلات يجي 97. هاد ال 120 تحطها هنا وهاد 97 تحطها هنا وتكمل عادي. المبيعات ضرب كدا المباشره الله اعلم ما طاها لكمش. لا لا ما صارت تزيد المباشره طاها لكم طاها لكم حطاها لكم 13344 منها 6432 للإناث 6432 للإناث 12344 نقص لها 6442 راح نصيبو راح نصيبو راح نصيبو راح نصيبو 6919 6912. أما الغير مباشرة نجيبوها من التوزيع 1728 نضربوها في 6 و 3216 نضربوها في 6 وهنا دي الكمية المباعة الكمية المباعة عادي كمل حسب كيما موالف خلاص. لا أم أمدو لا وازم على فارغة. شوف كيفاش تحط السطر هذا حطوه كاع هنا السطر هذا حطوه كاع هنا السطر هذا حطوه كاع مع اللوازم السطر تاع الساعات يجي في المباشرة في السطر تاع الساعات والعلب الفارغة يجي هنا في العلب. برك هنا حاجة لو سقس على البري تاع العلب وراه وين نجيبوه مانيش عارفين. اولا السن اي بي تاع الام ان يجي هكذا 28 28 تاع الام 2 يجي 31 31 لوازم ما تسحقش سي ام اي بي. كي تحسب مبلغ حطوه في المبلغ كي تحسب مبلغ حطوه في المبلغ. العلب الفارغه السن اي بي تاعهم عطاوكم في مخزن اول مده 10.5 14.25 10.5 و14.25 في اول مده تلقاه باسكو ما هضرش كاع عليه في التمرين هذا معاك. الورشات التحضير فيها جي جي 1200 والجي اف 2500 السومة 16 16 ومنا 200 في الانهاء وهنا 230 السومة 150 150. هذا ما كان خوتي. اخر نقطة نهضر عليها ونكمل لا فيديو تاعي ولا ما نهضرش عليها الفيديو الجاي ان شاء الله خليكم سيربريز. يلا تهلاو في رواتيكم ان شاء الله تكونوا فهمتوا ساعة وزيادة في هذا لا فيديو كفاءة مستهدفة جد جد عالية. حاولوا خوتي سيفا تلحقوا لي لهنا وسيفا تلحقوا لل 118574 اللي هي الصافية والأخيرة. داروا سقس على شحال العناصر الإضافية 1100 وأعباء غير محملة اللي تنقصوها 3006 3006. هيا تهلاو في روحتيكم موتش لوف سلام صحة سحوركم سوو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